بأقصى سرعة، وكانت مهمتنا هي إفساح المجال لقاذفات القنابل حتى تتمكن من دك الحصن. وكان علينا أولاً إسقاط عائق المناطيد الموجود حوله. يا إلهي، تخيل أن تكون حارساً على منطاد. خطو سيء أيها الألمان. وبعد ذلك كان علينا التعامل مع الشاحنات المضادة للطائرات. كان الهجوم على أشده بالفعل عندما وصلنا إلى هناك، وكان علينا التعامل مع كل تلك الدفاعات، ثم مرافقة قاذفات القنابل إلى الهدف عندما تصل. لا إيش رأيك بعد ننزل من الطيارة حقتنا ونسوق قاذفات القنابل؟ إيش في؟ والله مزح هذا مو. أوكي السلام عليكم، هلا والله. ويلسون بس أنا مو سعيد بالأمر. إيش رأيك نطلق عليها صوري؟ لا والله مناطيد شغل. قل له بالصواريخ تروح على طول. الحين على خير يا فيينا. فيينا وش فيينا بعد؟ خلنا نطلق على ذا الرشاش قدام انه قاعد نعشق. ايوه قل له لا ما انفجر. انفجر يا ابوي. اوكي زبده يبينا نصلح في اقرب وقت عشان لا نودع الملاعب. قل له ما انفجر كلب. قلت لك العك ما انفجر. الزبده يبينا نصلح لانه قاعدين ننجلد مره قاعدين ننجلد يا ولعان. خلاص جلدوا اهلنا هذول. قول له شطفه. قول له حول حول الرشاش بس يا بوي. كم باقي من طاد؟ ثلاثه. طيب عشقنا. اعطى صاروخ، اعطى الثاني. وصل ولا ما وصل يا ولد؟ قاعد يوصل الصواريخ. اي كويس. هم مدافع. السلام عليكم. صاحبي وين حق الطيارات؟ يقول لك مدافع ضد الطيارات هذه. لا 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 لا. اوكي خذوا لكم تنتيف. ايه ان ناخذ لها لفه. ايه كف ويلسون اطلق على ابوه. اصبر الحين سنتر على ابو هذول. جاء عليهم شيء. ويلسون ودع. ويلسون ايش فيه ويلسون؟ ايش الموت المحترمه هذه يا عزيزي؟ واو. لا تقول لي لا كويس. ما عدنا من البدايه. وينهم؟ وين مضادات الطيارات؟ اي تحت كويس. ايوه ننطق على هذول كذا طلقتين على السريع بس ما اتوقع يتوصل. ويلسون تخلص منه. انت امسك ال اوكي ما جبنا ولا واحد. خليني ادفع. اوكي قول له لا 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 بالأسفل. اخرج من التشكيل ما استطعت ودعنا نتولى امرها. تشكيل وشو يا ابوي؟ اوكي اطلق بالقوه تنتفي يا حبيبي بس ابى اصلح. ابى اصلح. اطلق عليهم يا ويلسون. تفشلنا يا استاذ ويلسون. ايوه اوكي اوكي. اطلع اطلع. كذا شوف العيد. اوكي وصلوا 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 ورا الطياره كذا سرعتها صارت صفر. اسلم وش الطياره الانتحاري اللي تو؟ صلي 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 سريع. هدي 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 هدي. ايوه لا اقلع. قليل كم يعني؟ اثنين. لا 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 اطلق بس اقلع. ها وش تبي الحين؟ وش الهدف الجديد؟ لا تقول لي بتشيل الطيارات البثرة الصغيرة هذه. اوكي وش يقول لي؟ تعال تعال والعون. هذا اللي سوى الثيرت القديم. انا لا ام مقاتلات. لا يا ليل ابو لعبة يا بتري. تعال والعن مسرع. انا قمت اطلق عليها.
بيبي وين راح وين راح وين راح؟ غبار غبار ما شوف شيء. اي اي يا بقرة لماذا لماذا؟ والله عاد قبعنا فيه عاد وش نسوي؟ اوكي هدي 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 يا عزيزي. ايوه ايوه اسلم. صلح 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 ما لها داعي نفجر. شوف تبغون علينا ناخذ لفة. خلاص صلحنا. تعال يا ورع. اوكي هذا بطلق على ابوه. بس راح الجناح. السلام عليكم اللي تو شطفني الله يعطيك العافيه. الزبده واضح انه في واحد. الله يا للروعه. الحصن على وشك السقوط. ايوه لن يتبقى منه الكثير. بالعيال استمر في مهاجمه المقاتلات حتى تصل الموجه التاليه. اما الموجه التاليه سحبوا علينا اخويانا. هيا اشترك مع العدو يلا قبل ما يجينا العدو نصلح شويتين. هلا وينكم؟ هذو اخويانا هذو ضدنا. تعال يو والله بثر. انا البارع مو ما تعزز له يا ورع مع انه انا اللي قاعد اعزز بس يعني. لا لا مين شطفني تو على اليسار ذا يمون ولا كيف؟ هذا خوينا لا تطلق عليه. ايوه ندف ابوه. هيا تشكيلات مقاتلات القنابل. وين 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 اخويانا؟ تلك المقاتلات الالمانيه عنها. وين؟ اخويانا هناك كل عد والله جايين هم طايرين العيال. انا ايش قاعد اصلح 97% تو. يا ورق عطى لفه. الله 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 في ناس فوق في ناس تحت في حفله صايره. هدي 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 يا ورع. ايوه وين راح وين راح وين راح يا ورع؟ ايوه وذرع خشيت فيه عارف الحريه خرب امه. يا شيخ لو احنا نسوق قاذفات القنابل اتوقع افضل. ايوه ورع. لا فجر واحدة. اما اخر واحدة باقي اثنين يا كذاب. اننا نتعرض لاطلاق النار. من يطلق علينا الكلب هذا؟ يا ورعان الله ياخذكم. اطلقوا عليهم يا حبايبي. وصلتم الحصن خلاص. قول عد. ايوه. اوكي اوكي. تم اسقاط القنابل. والله اعطوهم شوية قنابل. اوكي. بينا نشتبك الحين. يا لي. تلك الشاحنات ستحطم قاذفات القنابل. اوكي سام. يبينا نروح نتفاهم مع مضادات الطائرات. اوكي هذه اثنين لعيون البرتقان. اوكي ما جاء شيء. تكفى. تكفى. ما جاهم ولا شيء. واو 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 واو. انا قاعد اودع. عشك سريع. ايوه اقلع 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 انا يا ابوي. طيب كيفك؟ عادي اصلا. اوكي يا واد يبان ندمر هذول بس كيف؟ اوكي خلينا نطلق على هذول. الله يستر يا رب تجي يا ولد. ايوه صفقناها. هلا بالعيال يا الزحمة اللي فوق. وو 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 امزح يا الحبيب. هم زعلوا علينا هذول. وين العيال اللي تحت هذول؟ ايوه يلا خلنا نطلق على هذا. شيل كل نفر خلاص ما بقي احد. تعال هناك طائرة تطاردنا. يا ليل وش فيه الحرش. تعال لمي الشطة. اوي يا الحبيب تشطفنا كذا بعدين تفقع ما ينفع. والله شلنا الجناح حقه. او سم سم كفو الفزعة. ما ادري من فزع لي. شكل واحد منهم فزع لي عارف. هدي 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 يا ولد. ايوه فللنا هاي. تعال يا ورع. انه بارع اليس كذلك؟ طيب ليش تعزز له يا اخوي؟
يعني عزز لنفسك. اوكي هذا ودع. وين تعاقبنا؟ سلم. احسه قبع في الطياره اللي تو بتنف. اوي اوي ايش فيه؟ وين العيال؟ سلم. لازم نحميهم عشان ما يعني نتوقع هذه تكون اخر. سلم هذا خوينا 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 خوينا. تعال يوري تعال. ايوه شيل كل سلم. والله قبع فينا ذا، والله قبع فينا الانتحاري. ما عنده اي مشكله. سلم ماسكين كل طياره ووراها طياره صغيره. اني بزور بعد اطلق على اخوياي. يا ولد فجر. وين الثاني؟ ما في احد هنا. اوكي ما في احد نشبك. ايوه تعال تعال. الله يقلع. فجر القاذفه. لا 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 نفجر معاها احنا بعد. في احد بثر ثاني؟ والله واحد جطفني تو. وين البثر اللي هنا؟ الو؟ اسلم. فجروا 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 يا عيال. اسلم. نتفلو نتفلو. ايوه بس خلاص خلصنا. ايزي حبيبي. شيل كل النفط. هول بالعيال. اسلم. هي وش صبنا يا حبيبي؟ تونا قاعدين نلمخ في العالم. ايش اللي فجاه كذا خلاص يوم خلصوا صبنا؟ الله مشكله هذول. لقد دمرت الطائره. الله. وسقطت في منطقه محرمه على بعد نصف ميل غربي دمرت. موقع سقوطي. لم ينجو ويلسون المسكين. اما ويلسون ودع الملاعب. كان بسبب حظه السيء. كان لدي مشكلات اكبر. والله احنا طحنا بمخيمهم بعد. اوكي شكله بنستعمل الماوس والكيبورد لانه واضح تخفي هنا الوضع. حلو حلو بليال. ايوه تمويه يقال لك. اوكي اوكي ايش عم فيدا. روح خلني اذبحك الحين. ايوه بجيب الشفل يا ابوي على راسه. تكفى شيل كل النفر. جيب سلاح اسمه جويهر. اوكي خلاص ما في احد. على فكره عندي سيف ترى اوريك. يوسف ايش تسوي انت؟ عيب أوكي. ارجع الى الخطوط الصديقه. انني تدربت كثيرا على التحرك بهدوء من الابواب الخلفيه للبارات ونوافذ غرف النوم. لا تحتاج لمعرفه التفاصيل. والله ما نحتاج نعرف معرفه التفاصيل يا عزيزي. رحيل هؤلاء الالمان واتجهت غربا الى الجبهه البريطانيه بمنتهى الهدوء. كانت هناك خنادق ومدافع المانيه تحول بيني وبين الجبهه البريطانيه. بالاضافه الى ان نصف سكان برلين جميعهم يرغبون في القتال بشده. هلا سام اخوي. واضح شكله في زحمه من الاخر يعني. والله انك دخلت منطقة مرة غلط. الله يستر عليك بس. السلام عليكم يا دينا. هلا بلطة. خذينا بلطة. وش عنده ترافيان؟ زين ما بيرد عليك. انقلع. عشتفاشكا زين؟ الو؟ كان يوم حظي. يبدو أن البريطانيين كانوا جالسون لشرب الشاي وتناول الفطائر بدلا من قتل الألمان. كان لا يزال علي أن أعبر إلى جانبنا من الخط قبل أن تبدأ هذه المدافع في إطلاق النار مرة أخرى. واو كذا يوم حظك يعني أنهم ما مو قاعدين يلهونهم. والله إنك زلابة.
اسلم. واي 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 ديد اي دو ذس واي ديد اي دو ذس يا ولد وين وين النهايه عارف؟ والله يا ابو والله شكلنا ماشيين مشوار. اصبر اصبر هذا يبي له تفاهم من نوع خاص لانه شكله معاه شيء على ظهره كويس. ايوه ايش عندك انت؟ ها يلا خلنا ناخذ. وله زعفان. اوكي في هذا هنا قدامي، هذول الاثنين هناك. ورع 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 لا تدبس علي. ايوه الدع. اوكي اثنين اللي هناك هذول. السلام عليكم انا سابن في مدفع. كيف طيب بروح من هناك؟ لازم الهي واحد وكذا. اسلم مو الهي تجاهي يا اهبل. السلام عليكم اعتبرني ماني موجود يا اخ اللطيف. ولعن شافني. اوكي قنبله قنبله. السلام عليكم جود باي جايز سي يو ليتر. تو قال لي اندفع بحربه تبى اندفع بس ما خلاني اندفع. مدري كانت تلك الخنادق مليئه بافضل جنود القيصر ولكنني كنت على امل ان معظمهم سيبحثون عن المشكلات القادمه من الجانب الاخر. على امل على امل. والله بعد الحفله اللي تو سويناها ما اتوقع يبحثون عن مشكله من الجانب الاخر نهائيين. ولا طلعوا في بعض هذول ولا إيه؟ لا كويس مخرين عن بعض. طيب سام شيء اللي وقفت وراه ساعه قاعد اطالع. طيب عطل انا الانذار ممتاز. وش هنا شيء؟ هلا ابوي وش ذا؟ شكله سلاح كويس جيب. اوكي في واحد قاعد يعضعض في شيء. اسف خرجت ام امي تراك قاعد يعضعض في شيء كذا. في واحد هناك على اهبة الاستعداد بس كذا يبان بس مسوي شيء غلط وعلى طول ما نشوف الا بيصيح. بس هذا لازم يودى الملعب. هلا 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 هلا. اوكي كول. في احد ثاني ورانا؟ ايه يا اخي يستحسن نمشي جوا الخنادق. ما ينفع كذا نمشي فوق فضايح. سمعت واحد يقول فاستن. حوله بالعيال حوله بابو العيال. تقعوا لو انزل ما يشوفني. نرمي واحدة هناك. ايوه هناك ما تروح هناك جبهتك بتودع. ترى اللي هناك شافوني بالمناسبة وجسي. ايوه لا ما شافوني كويس. هذا وش عنده يا بثر معك كشاف؟ يعني بروح اذبح ذا وال انا ما ادري ايش قاعد اذبح فيهم. المفروض اني يعني انطلق. ايوه شش انطلق بدون ما اذبح احد لكن يعني من باب نساعد اخويانا في الحرب بس طايحين. هلا هلا بوي هلا بوي.
طيب يعني احد يقول لي انه في واحد هنا. اسمع صوت طلق. هذا جايني ولا بس كذا لقافه؟ يعني لقافه يعني. يعني بيودع ام الملاعب. ولعن 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 ولعن. هاي 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 هاي. وفقع. شي. لا يعلم احد، لا يعلم احد. السلام عليكم. يا كلب وين طصيت؟ هل 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 هو مسرع سمع صوت الطلقة هذه الأبوك. الزبدة أنا أقول الطريق هذا مو بكويس يا عيال، إيش رأيكم نروح من هنا؟ ثاني مرة يطب علينا واحد وكذا، ف من باب إنه بس يعني تجنبا لقلة الحياة حقتهم. ما ودي يصيح علينا الحين. ولعن ولعن بليسك ولعن. في احد انتبه لنا ولا كيف؟ نقول نجي نجي. فك امه سبرنت. لقد اجبرتني المدافع الرشاشه الالمانيه العديده. أيوة. المنتشره خلفي على خفض راسي. خفض راسي؟ ايوه واضح. كانت تلك المنطقه المحرمه مليئه بالاسلاك الشائكه والجثث والحطام. اها. ولكنني صممت على اتمام. وصلنا. وش وين وصلنا؟ والله واضح ويلسون. اننا في مكان. اوه ويلسون بقى عايش كويس. لا يمكن النهوض. اسلم. سوقا. رجولها. هاي انا اسف. اما ناس. لكنك وعدتني ان تعيدني سالما. اخفض صوتك. ماذا عن الميداليات؟ ان نصبح ابطالا. انا لست بطلا. لكنك وعدتني، وعدتني بالله عليك. ربغي يسحب عليه. أنك رجل شريف وستساعدني، أو أنك كاذب ووقت شرير وستجهز علي بدم بارد. أوكي. سلام. هيا، ما قرارك؟ ضع أوراقك على المائدة يا بلاك بيرن. أنت لست جورج راكم صحيح؟ أعرف. إن أورل وينسور الرابع العين. هل كنت تظن أنني ساذج؟ أعرف من هو. كان يسوي نفسه جورج راكم. حسنا، دعنا نخرج من هنا. هلو 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 هلو. يا ولد كيف بتشيله؟ أنت ما تقدر تشيل نفسك. السلام عليكم. وين نروح؟ يا ولد اسمعي. بسم الله والرحمة. كان الرجل ينزف دماء كثيرة. أيوة. لم يكن لدي الكثير من الوقت لإعادته حيا. أوكي. هذا مؤلم للغاية. مؤلم للغاية. تحمل عاد، أنت اللي قلت لي ساعدك. هذا المفروض أنهم أخويانا البريطانيين. عفوا. الألمان في المنطقة المحرمة. هل تراهم؟ أيوة. يعرف على الألمان أنهم يستسلمون بسهولة. ودع الملاعب. فعلوا كل ما في وسعهم للإمساك بنا. منطقة المحرمة. طيب يعني هذا ايش؟ منطقة بيننا وبينهم ولا كيف يعني؟ ما حد. الجثوم. جثوم يا ولد. يمين يسار. يمين. اهجد اهجد. تنكب عفشنا. لقد تم اعداد المدافع الرشاشة للعمل معهم. والله النيران على اي شيء. طيب والحل؟ يقول لا تروح مع الاضواء. طيب نروح يمين. ميت انت. السلام عليكم. اوكي. كيف اتجنب الاضواء؟ والله يا هي. تكفى. احنا المانيا ورع. الله ياخذكم. انا مدك شويتين. السلام عليكم. هلا بالاضواء يا ورعان. حنا اخوياكم. اقلع ام الحاله الذي. لا 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 لا.
هذول بريطانيين قاعد يطلقون علينا تو مو سم بتجنبها بس هي وين طالع الحين اوكي والله احنا قاعدين نتمشى في نص العالم ولا علينا فحد ولا علينا فحد السلام عليكم يا ولد ابي زبنا اي خلنا نزبن هنا بدعوا خطوات اخرى خلنا نزبن هنا نزبن هذا قمر اي قمر حسبته ضوء قاعد يطالع فينا قلت ليش مو قاعد يطلق ولا ليله اوكي 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 خلنا نطيح في الخندق هذا وين الطريق يا عيال يا ولد انت قمر ترى خرجتني اوكي طيب يلا 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 افك 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 وين 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 طريقنا وين طريقنا وين طريقنا يا ولد وين اوه من هنا من هنا لقد نجحنا بس يا رب ما يطلقون علينا العيال البل هذول السلام عليكم اخوياكم فرندلي فاير دونت شوت وي جود اوكي كويس ما اطلقوا علينا اهم شيء الا وصفني ولسم بالوغد الكذاب الشرير الا 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 أعدته إلى القاعدة لأنه ربما على حق وأنا أكره هذه الحقيقة أكثر مما تتصورون حمل الرجل عبر المنطقة المحرمة؟ هذا الرجل بطل عظيم لا ليس بطلا على الإطلاق إنه مخادع ولص وكذاب جاء راكم سيدفع ثمن جرائمه لا 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 جاء راكم أليس كذلك بلاكبيرن؟ بو 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 بو.